بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلاب مدارس المناهج الأهلية الصف الثاني في درس جديد من دروس التعلم عن بعد في مادة لغتي. طبعا درسنا الطبيبة نورة، بعد أن قرأنا الدرس قراءة معبرة وفهمنا مضمون الدرس من خلال مناقشة الأسئلة وتعرفنا على مفردات الدرس، نحدد بداية بعض الأهداف التي سوف نحققها في هذا الدرس. أهداف الدرس: الهدف الأول التعرف على بعض المفردات وخريطة المفردة. الهدف الثاني ملاحظة الكلمات الملونة من خلال الأداء القرائي. الهدف الثالث كتابة بعض كلمات الدرس إملاء منسوخا ومنظورا واختباريا. الهدف الرابع استخدام أسلوب الاستثناء بإلا وأسماء الإشارة. الهدف الخامس كتابة العبارة بخط جميل. الهدف السادس التعبير بالمرادف. هذه الأهداف إن شاء الله سوف نحققها خلال هذا الدرس. بداية أصل الكلمة بمعناها: لنجدته، ما معناها؟ لمساعدته أم لمسابقته؟ عندما نقول كما مر معنا في الدرس أسرعت الأسرة لنجدته، أي لمساعدته. ما شاء الله، أحسنت يا بني. مهارتها ما معناها؟ شجاعتها أم إتقانها؟ عندما قلنا في الدرس عندما رأى أبوها مهارتها أي إتقانها، ما شاء الله. أثنى، ذم أم مدح؟ عندما أقول أثنى المعلم على الطالب ما معناه؟ ما معناها؟ أثنى أي مدح، ما شاء الله بارك الله فيكم. متعة ما معناها؟ راحة أم تسلية؟ عندما قرأنا في الدرس نورة تجد متعة في دراستها، أي تسلية في دراستها. نعم. ثانيا أكمل خريطة المفردة الآتية. معقم، نوعها اسم أم فعل؟ طبعا قلنا للاسم علامات تدل عليه، منها أن الاسم يقبل الأل ويقبل الجر ويقبل التاء المربوطة ويقبل التنوين، أما الفعل وغيرها. أما الفعل لا يقبل الأل ولا الجر ولا التاء المربوطة ولا التنوين. وبما أن كلمة معقم تحتوي على التنوين، إذن وقلنا أن التنوين من علامات الأسماء، إذن هي اسم. نعم صحيح. معقم، ما مرادفها أي ما معناها؟ من يجيبني؟ نعم ما شاء الله، معقم أي نظيف. ضدها نعم، أرى أيدي كثيرة مرتفعة. نعم، ملوث، ضدها ملوث. الآن الكلمة في جملة، يريد مني أن أضع كلمة معقم في جملة. طبعا الجمل كثيرة وسنظهر هذه الجملة وأنتم إن شاء الله تكتبون غير هذه الجملة أو إن شئتم هذه الجملة. الجملة: أدوات طبيب الأسنان يجب أن تكون معقمة. هذه طبعا الجملة، وكما قلنا الجمل كثيرة. ننتقل الآن إلى الأداء القرائي. أقرأ الجمل وألاحظ الكلمة الملونة. نورة تحب مادة العلوم وتجد متعة في دراستها،
نلاحظ في كلمة في كلمة متعة نجد مقطع ساكن مت، إذن سكون قبله ضمة، كما نقول دائما أن السكون حرف ضعيف لا يأتي أول الكلمة، يحتاج إلى حرف دائما يقويه ويدعمه. إذن مت، متعة. لو لاحظنا انتهت الكلمة في التاء المربوطة، للتمييز بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة نضع سكون، أسكن الحرف، أقول مثلا متعة أسكنها أقول متعة، إذا كانت إذا سمعتها هاء فتكون تاء مربوطة، وهنا سمعناها هاء متعة. والتنوين يأتي على التاء المربوطة، كما قلنا في دروس سابقة أن تنوين الفتح أضيف للكلمة حرف الألف، لكن الكلمة إذا انتهت بتاء مربوطة بالتاء المربوطة يكون التنوين على التاء المربوطة ولا أضيف لها ألف. طبعا وقلنا أيضا إذا انتهت الكلمة بألف فوقها همزة، أو انتهت بألف بألف بعدها همزة، أو انتهت بالألف المقصورة. ننتقل إلى الجملة الثانية، وعندما رأى أبوها مهارتها أثنى على حسن تصرفها. مهارتها نلاحظ أن هنا في هذه الكلمة يوجد مد بالألف، هنا مها مها ها، وأيضا مد بالألف الثاني أيضا في الها، مهارتها ها، إذن يوجد في هذه الكلمة مد بالألف. أثنى، هنا يوجد في هذه الكلمة أثنى همزة قطع، وهمزة القطع كما قلنا تأتي أول الكلمة، وهي ألف ترسم عليه همزة، وننطقها وصلا ووقفا، ننطقها في الحالتين وقفا ووصلا، سواء قلت أثنى لنفسها أنطقها، ولو قلت مثلا مهارتها أثنى أيضا نطقتها. وهنا مقطع ساكن أيضا أث، مقطع ساكن كما قلنا في متعة، السكون لا يأتي أول الكلمة، وفيها مد بالألف أيضا، أثنى هنا هذا المد بالألف، نا نا، ألف قبلها ألف قبلها فتحة، أو ألف قبلها فتحة. الجملة الثالثة، أسرعت الأسرة لنجدته. نلاحظ كلمة لنجدته فيها مقطع ساكن، نج نج، دائما السكون نقرأه مع الحرف الذي قبله، وتنتهي بالهاء لنجدتي هي، وليس بالتاء المربوطة. ونميز بين الهاء والتاء المربوطة في الحركات، عندما نضع حركة للهاء والتاء المربوطة، لأن في الساكن التاء المربوطة كما قلنا في كلمة متعة نسكنها فتصبح لدينا هاء متعة، سمعتها هاء، أما إذ لو وضعت لها حركة، لو وضعت لها حركة تمييز بين الهاء والتاء المربوطة، مثلا لنجدتي هي هي، سمعتها إذن هي هاء وليست تاء مربوطة. ثانيا، أقرأ الجمل وألاحظ نطق الكلمة المكتوبة باللون الأحمر. هذا شاش معقم، وهذا شريط لاصق لتغطية الجروح، وهذان مقص وملقة، وهاتان زجاجتان إحداهما لتطهير الجروح والأخرى لمعالجتها. نلاحظ أن الكلمات في اللون الأحمر هذا، وأيضا هنا هذا، وهذان وهاتان، أولا كلها أسماء إشارة. هذا طبعا تشير إلى المفرد المذكر، شاش مفرد مذكر فتكون قبله هذا، طبعا وهذا فيها ألف تنطق ولا تكتب، لاحظ معي ها هذا، هنا ألف تكتب تنطق ولا تكتب، وهذا أيضا كما قلنا مفرد مذكر، شريط شريط مفرد مذكر فتسبقه هذا، هذان للمثنى المذكر، إذن مقص وملقة اثنان فيكون قبلها هذان هذان، طبعا وأيضا فيها ها ها بعد الهاء ألف تنطق ولا تكتب. هاتان زجاجتان
طبعا هنا للمثنى المؤنث، زجاجتان مثنى مؤنث فتأخذ هاتان، طبعا هاتان مثنى مؤنث، وهاتان فيها الألف تكتب وتنطق. الآن أستخرج من النص أسماء إشارة غير الاسم الملون، إذن غير هذه، طبعا في النص أسماء إشارة، أحسنتم، نعم غير هذه، هذا وهذان وهاتان، وتكلمنا في التدريب السابق عن استخدام كل أداة من هذه الأدوات، عن كل اسم من هذه الأسماء. الآن أكتب الجمل الآتية مضبوطة بالشكل إملاء منسوخا. طبعا نقرأ في المرة الأولى: نورة تحب مادة العلوم وتجد متعة وفائدة في دراستها وتتمنى أن تصبح طبيبة في المستقبل. طبعا الإملاء المنسوخ علينا أن نكتبه بشكل جيد، واضعين للحركات، تاركين مسافة بين كل كلمة وكلمة، وأيضا لا ننسى علامات الترقيم ونحن نكتب الإملاء المنسوخ. طبعا سنناقش المهارات اللغوية في الإملاء المنسوخ. نورة، نلاحظ أن هنا نو مد بالواو، واو قبلها ضمة، والكلمة تنتهي بالتاء المربوطة، طبعا لو سكناها تكون نوره، إذا سمعناها فإذا تكون التاء مربوطة. تحب، الباء مشددة، حرف مضعف، كما قلنا سابقا الشدة عبارة عن حرفين، أولهما ساكن والثاني متحرك. لو قرأتها الآن اسمعوها، تحب بو، إذا أنا سمعت الباء مرتين، الأولى ساكنة والثانية متحركة في الضمة. مادة يوجد هنا ما، هنا ما مد بالألف، وأيضا هنا حرف مضعف شدة، وتنتهي الكلمة بالتاء المربوطة، لو سكنتها مادة. العلوم، ال هنا القمرية طبعا، والهمزة همزة وصل، ويوجد مد بالواو، لو واو قبلها ضمة، العلوم. متعة أيضا مقطع ساكن مت، وهنا أيضا تاء مربوطة متعة، والكلمة يوجد عليها تنوين فتح، وكما قلنا تنوين الفتح يكون على التاء المربوطة بدون زيادة ألف. وفائدة، فا هنا مد بالألف، فائدة أيضا تاء مربوطة، فائدة وتنوين الفتح يكون عليها. في هنا مد بالياء، ياء قبلها كسرة. دراستها، را مد بالألف، وأيضا آخر الكلمة ها مد بالألف. وتتمنى، النون طبعا هنا حرف مضعف، نقرأها وتتمنى، وأيضا مد بالألف، ألف قبلها فتحة. أن مقطع ساكن وهمزة قطع، أن نكتبها وننطقها أول الكلمة. تصبح مقطع ساكن تص، وكما قلنا السكون لا يأتي أول الكلمة، وهو حرف ضعيف يحتاج إلى حرف يقوي. طبيبة، بي مد بالياء، ياء قبلها كسرة، والتاء المربوطة نسكن طبيبة وتكون عليها تنوين الفتح. في مد بالياء، المستقبل، القمرية، وهنا الهمزة همزة وصل، ننطقها وقفا مثلا المستقبل، لكن وصلا لا تنطق، لو قلت في المستقبل، طبعا هنا مقطع ساكن مس، وأيضا تق مقطع ساكن، إذن المستقبلي. أرجو أنتم تكتبون الإملاء المنسوخ، أنتعوا هذه الظواهر اللغوية وتكتبوها بشكل صحيح.
ألاحظ الجمل الآتية ثم أكتبها في دفتري إملاء من معلمي. إملاء منظور. قبل أن نكتب الإملاء المنظور كعادتنا، أناقش الظواهر اللغوية الموجودة في الإملاء المنظور. أهداها أبوها حقيبة إسعافات أولية فشكرته، وأخذت تعرف أسرتها على محتويات الحقيبة واستعمالاتها. أهداها، هنا الهمزة همزة قطع تكتب وتنطق، وأيضا هنا مقطع ساكن أه، مقطع ساكن دا، دا هنا مد بالألف، ها أيضا مد بالألف. إذن هذه الكلمة يوجد فيها همزة قطع ومقطع ساكن ومد بالألف. أبوها أيضا هنا الهمزة همزة قطع، بو، بو واو قبلها ضمة، هنا مد بالواو، ها مد بالألف. إذن أبوها همزة قطع ومد بالواو ومد بالألف. حقيبة، نلاحظ هنا قي، قي مد بالياء، ياء قبلها كسرة. حقيبة أسكنها حقيبة، تكون التاء مربوطة، انتبهوا يا أبنائي، وليس التاء مفتوحة. إسعافات أيضا الهمزة همزة قطع، إي إي تكون طبعا مرسومة تحت الألف لأن حركتها الكسر. إس إس مقطع ساكن، عا هنا مد بالألف، فا مد بالألف. إسعافات أسكنها إسعافات، إت إت في التسكين سمعتها تاء فأكتبها تاء مفتوحة وأضع عليها تنوين الكسر. أولية، إذن هنا الهمزة أيضا همزة قطع، الواو يوجد عليه حرف مشدد، وكما قلنا الحرف المشدد حرفين، أوله ساكن والثاني متحرك، عندما أنطقها نسمعها يا أبنائي بشكل جيد، أو و أو و. إذا سمعت الواو مرتين، لا أكتب الواو مرتين لكن أضع عليها شدة. لي لي أيضا الياء حرف مشدد، أولية التاء هنا طبعا أسكنها أولية، تاء مربوطة، وعندما أقول أولية هنا تنوين كسر، لا يوجد نون، إنما هذه نون زائدة أسمعها نون زائدة. فشكرته، إذا يوجد عندي مقطع ساكن، فشكرت رت هو هو هاء يا أبنائي وليس التاء مربوطة لأني أسمعها هاء عندما بدون التسكين بالحركة أسمعها، فشكرته. وأخذت هنا الهمزة طبعا همزة قطع وتنتهي الكلمة بالتاء، وأخذت إت سمعتها تاء فأكتب التاء مفتوحة وليست مربوطة. تعرف أيضا الراء عليه شدة، تعرف أسرتها أيضا الهمزة همزة قطع وحركتها الضم لذلك تكتب فوق الألف. أس مقطع ساكن، أسرتها هنا مد بالألف، على مد بالألف لا، ونلاحظ أن الألف هنا مقصورة. محتوياتي، مح مقطع ساكن، مح تويا مد بالألف، تي أسكنها محتويات، إت إذن هنا تاء مفتوحة وليست مربوطة. الحقيبة هنا القمرية لأني قرأتها لأنها تكتب وتنطق ال، هنا طبعا الهمزة همزة وصل. الحقي كما قلنا الحقيبة مد بالياء، ياء قبلها كسرة. الحقيبة هنا التاء مربوطة عندما أسكنها تكون الحقيبة. وس وس نلاحظ عندما قلت وس هنا الهمزة همزة وصل لا تقرأ وصلا، نلاحظ نقول وس تكتب ولا تنطق. واستع أيضا مقطع ساكن، واستعماء مد بالألف، واستعماء لا أيضا مد بالألف، واستعمالاتها مد بالألف أيضا. ثم نضع النقطة ولا ننسى ونحن
ونحن نكتب أن نضع أيضا الفاصلة وهذه الفاصلة والنقطة، نضع علامات الترقيم. والآن أريد منكم يا أبنائي أن تفتحوا دفاتركم وتمسكوا بالأقلام ونكتب. طبعا نكتب على السطر الأول، وكما قلنا نترك مسافة بين الكلمة والكلمة، ولا نكتب حروفا كبيرة وحروفا صغيرة، نجعل الحروف كلها وسطية منسقة. بعد أن ننتهي من السطر الأول نترك السطر الثاني ونكتب على السطر الثالث حتى يكون خطنا جميلا، ولا ننسى أن نضع النقطة في نهاية الإملاء. نكتب الآن الإملاء، اكتبوا ورائي. أهداها أبوها حقيبة إسعافات أولية فاصلة، فشكرته أيضا فاصلة، وأخذت تعرف أسرتها على محتويات الحقيبة واستعمالاتها. نضع النقطة. وبعد أن كتبنا الإملاء المنظور علينا أن نراجعها مع إملائنا المنظور حتى نتعرف على الصح فيها ونلاحظ الأخطاء، حتى نتعرف على الأخطاء ونصححها. الآن بعد ذلك أكتب في دفتري ما يملي علي معلمي إملاء اختباري من اختياري المعلم. اكتب أيضا الآن الإملاء. الطبيب صاحب رسالة تتضمن تخفيف الوجع والألم عن الناس فاصلة، فمهنة الطب من أرقى المهن في العالم. والآن أعزائي الطلاب، بعد أن انتهينا من كتابة الإملاء الاختباري أحببت أن أعرضها عليكم حتى أيضا تشاهدوها وتتعرفوا على الخطأ فيها وتصححوا، وأنتم إن شاء الله مبدعون ولا يوجد أخطاء إن شاء الله، ودائما بإذن الله سنكون أفضل وأفضل في الإملاء. ثم ننتقل. أكتب إلا في المكان المناسب. قرأت نورة الكتب. نضع الآن إلا، أداة الاستثناء، إلا كتابا، أي نورة قرأت كل الكتب إلا كتاب. أخذت الأسرة الأمتعة. نضع إلا دراجة ياسر. إذن المستثنى بعد إلا بعد أداة الاستثناء هو دراجة ياسر. احتوت الحقيبة على أدوات الإسعافات إلا مقياس الحرارة. نعم، بارك الله فيكم. رابعا، أكتب أسماء الإشارة المناسبة في الفراغ. تحدثنا عن أسماء الإشارة. دواء مفيد. هذا دواء مفيد، وكما قلنا هذا للمفرد المذكر. حقيبة الإسعافات الأولية. هذه حقيبة الإسعافات الأولية، وهذه للمفردة المؤنثة. زجاجتان لتطهير الجروح. هاتان زجاجتان لتطهير الجروح، وهاتان للمثنى المؤنث. طبيبان ماهران. هذان طبيبان ماهران، وهذان للمثنى المذكر. تلاميذ يعملون بنشاط. هؤلاء تلاميذ يعملون بنشاط. نلاحظ أن هؤلاء تكون لجمع المذكر. تلميذات مخلصات في عملهن. أيضا هؤلاء تلميذات مخلصات في عملهن. فنلاحظ أن هؤلاء تكون لجمع الذكور وجمع الإناث. تلاميذ، هؤلاء تلاميذ، وهنا هؤلاء تلميذات. إذن هؤلاء تكون لجمع الذكور وجمع الإناث. والآن ننتقل إلى
الخط. أقرأ العبارة الآتية ثم أرسمها بخط النسخ. إذن بخط النسخ، كما قلنا أن خط النسخ من أهم أنواع الخطوط على الإطلاق، فقد استخدم في كتابة القرآن الكريم والمخطوطات القديمة وغيرها. وعلينا مبتدئا من السطر الأخير، إذن علينا عندما نكتب خط النسخ أن نبتدئ من السطر الأخير. علينا يا أبنائي نلاحظ الآن في خط النسخ أنه يوجد الخط الأحمر وهو الخط الأساسي الذي نكتب عليه، والخط الأخضر وهو الخط العلوي، ثم هنا الخط المتقطع الوهمي يكون باللون الأزرق، ثم السطر الأخير الخط الأخير وهو اللون البنفسجي. نلاحظ الآن في الحروف، علينا عندما نكتب خط النسخ أن نراعي اتجاه الحرف، فلكل حرف بداية ونهاية، مثل لو لاحظنا هنا النون لها بداية ثم هكذا إلى نهايتها، فخط النسخ لكل حرف بداية ونهاية، وأيضا أن تكون الحروف بمقاس واحد، فلا نكتب حرف كبيرا جدا وحرف صغير جدا، علينا أن نلتزم الوسطية، وعلينا أن نترك مسافة بين كل كلمة والأخرى. نلاحظ الآن الحروف، نلاحظ أن الباء كتبت على السطر الأحمر الخط الأساسي، وكذلك الياء، وكذلك النون، وكثير وأغلب الحروف تكتب على السطر الأساسي. نلاحظ أن هنا بينما الألف صعدت إلى الخط العلوي، في كلمة كان نلاحظ أن الكاف والألف صعدت إلى الخط العلوي، وفي كلمة ياسر أيضا لاحظنا أن الألف صعدت إلى الخط العلوي، إذن الألف تصعد إلى الخط العلوي. يلعب نلاحظ أن اللام صعدت إلى الخط العلوي. سقط الطاء، عصى الطاء صعدت إلى الخط العلوي. وعلى اللام أيضا صعدت إلى الخط العلوي. والأرض نلاحظ أن الألف واللام صعدت إلى الخط العلوي. ساقه نلاحظ أيضا أن الألف صعدت إلى الخط العلوي، إذن الألف دائما تصعد إلى الخط العلوي. نلاحظ أن حروف تنزل إلى الخط المتقطع الوهمي، كان النون تنزل إلى الخط المتقطع الوهمي، وفي كلمة ياسر الراء هنا نزل الخط المتقطع الوهمي باللون الأزرق. على الألف المقصورة نزلت. الأرض الراء وأيضا الضاد نزلت إلى الخط المتقطع الوهمي. وجرحت الواو نزلت، والراء أيضا نزلت، كما قلنا الراء تنزل الخط المتقطع الوهمي. طبعا الخط الأخير باللون البنفسجي لم تأتي عندنا في هذه العبارة حروف تنزل عليه، لكن طبعا هناك حروف تنزل على خط باللون البنفسجي، مثل الميم في آخر الكلمة، والعين والغين في آخر الكلمة، والجيم والحاء والخاء أيضا في آخر الكلمة تنزل الخط إلى السطر الأخير باللون البنفسجي. علينا يا أبنائي الآن عندما نكتب، كما قلنا نبتدئ بالسطر الأخير، والآن نظهر الحل. نلاحظ أن الخط جميل وهناك مسافة، وأيضا نراعي الفاصلة عندما نكتب ونضع النقطة. وأريد منكم أن تكتبوا بخط جميل كعادتكم، بارك الله فيكم. ثم ننتقل إلى التعبير. أكتب الكلمة المرادفة للكلمة التي تحتها خط. سقط ياسر على الأرض وطلب النجدة. ما معنى كلمة النجدة؟ أي المساعدة. النجدة معناها المساعدة، طلب المساعدة من أسرته، فأسرعت نورة وقامت بتنظيف الجرح ثم غطته بالشاش المعقم. ما معنى المعقم؟ أي المطهر. وعندما رأى أبوها ذلك أثنى على مهارتها. ما معنى أثنى؟ معنى أثنى أطرى، يعني أطرى على مهارتها،
وتمنى أن تكون طبيبة ناجحة في المستقبل. نعم، كما قلنا النجدة المساعدة معناها، والمعقم معناه المطهر، وأثنى معناها أطرى. الآن أستعمل الكلمات الآتية في جمل من إنشائي. يريد مني أن أكتب جمل، أن أكتب جملا عن النجدة والمعقم وأثنى، والجمل كثيرة وأنتم إن شاء الله ستكتبوها. هل انتهيتم من الكتابة؟ بارك الله فيكم. نعم أحسنتم. الآن نخرج أحد الطلاب يكتب لنا الجملة الأولى، أتصل بالنجدة عند الحاجة. أحسنت، نعم صحيح. المعقم، أستخدم الشاشة المعقمة لتضميد الجروح. نعم صحيح. أثنى، نعم أثنى على مهارتها، وأستطيع أن أقول أثنى أبوها على مهارتها، ولا ننسى أن نضع النقطة في نهاية الجملة. وطبعا أتمنى منكم أن تكتبوا غير هذه الجمل، وأنتم مبدعون وقادرون على ذلك إن شاء الله. ننتقل الآن إلى الواجب المنزلي. الواجب المنزلي في دفتر واجبات المنزلية بمساندتكم أسرتي العزيزة، أكتب محتويات حقيبة الإسعافات الأولية. المطلوب منك عزيزي الطالب أن تكتب محتويات حقيبة الإسعافات بمساعدة أسرتك، وهذا الواجب مريح لك لأن هناك أسرة ستساعدك فيه. طبعا أترك لكم الإجابة وأنتم إن شاء الله ستكتبوها بشكل صحيح. وعودة إلى الأهداف، نلاحظ أننا قد حققنا الأهداف التالية: التعرف على بعض المفردات وخريطة المفردات، والهدف الثاني ملاحظة الكلمات الملونة من خلال الأداء القرائي، أيضا لاحظنا هذه الكلمات، والهدف الثالث كتابة بعض كلمات الدرس إملاء منسوخا ومنظورا واختباريا، وقد كتبنا ذلك. الهدف الرابع استخدام أسلوب الاستثناء بإلا وأسماء الإشارة. نعم. والهدف الخامس كتابة العبارة بخط جميل، وقد تطرقنا إليه في الخط وأيضا في الإملاء المنسوخ، ونكتب أي عبارة بخط جميل. والهدف السادس التعبير بالمرادف. نعم، لاحظنا أننا قد حققنا كل هذه الأهداف خلال هذا الدرس. وبهذا أعزائي طلاب مدارس المناهج، بهذا نكون قد أنهينا معكم شرح درس الطبيبة نورة. نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر القنوات الرسمية في جروبات الواتساب والتليجرام. تعليمنا مستمر بهمتكم. دمتم بخير.